رسالة بسيطة للشعب العراقي، ليش أي حد يروح العراق مصممين أنكم تساعدونا؟ يعني يأكل ببلاش، يشرب ببلاش، يحلق ببلاش. يا جماعة ترى إحنا مو ضيوف، إحنا عيالكم وأنتوا أهلنا. خفوا علينا يا العراقيين، يعني خفوا على كيفكم شوي. كرم الكل تكلم عنه طبعا، وهذا مو غريب على الشعب العراقي، بس هم هواية هواية هيج. خفوا علينا يا العراقيين. طبعا حبنا الشعب العراقي منذ القدم، ومهما قلنا في العراقيين شهادتنا مجروحة. كلمة السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان لخصت وايد أشياء، سمعوها ويا. نحن قراب على بعض بالمسافة وبالقلب، عراقنا غالي على قلوبنا، أن العراق وأهل العراق لهم فضل على دولة الإمارات، فضل حقيقة كبير. زيارتي القادمة للعراق إن شاء الله صح الدولة، بس خفوا علينا يا العراقيين. طبعا كل الشكر وكل العرفان وكل الحب لكم جميعا، الله يجازيكم خير، والله يحفظ العراق وشعب العراق، وأنتم بقلوبنا وأنتم في دمنا، الله يطول عمركم ويحفظكم.